يا اهلا وسهلا بيك يا مبدع منك ليه. يا جماعه انا حاليا في اسوأ اوقات انا بواجه فيها مشاكل اثناء التصوير. الشمس الساعه دلوقتي اراوند 5:15 الصبح، الوقت الوحيد اللي عرفت فيه اصور وسط المشاهد اللي انا يا جماعه انا زي ما قلت لكم من لايفات البيج وكده، اللي انا حاليا بره القاهره فبصور في حته جنب اسكندريه. فانا فعلا حصل لي مشاكل كتير جدا. تاني حاجه بطاريه المايك فصلت في النص، فاضطريت ان استخدم الموبايل. بعد كده انا جنب البحر ففي هواء بشع، فاضطريت ان انا اخلع الويند سكرين من على المايك احطها على الموبايل، ومعرفش على الموبايل هتبقى عامله ازاي. فقلقان جدا، بس خلينا نلغي كل القلق ده ونركز في فيديو النهارده، وهو الوان بلس 5. تم الاعلان عن الوان بلس 5 رسميا، وانا متحمس للموبايل ده من زمان جدا. خلينا من دون اي رغي كتير نبدا بقى نحكي عن قد ايه الوان بلس 5 حلو، وقد ايه الوان بلس 5 في حاجات بسيطه ضايقتني جدا كان لسه موجوده فيه. نبدا باول حاجه، وازاي ان شركه ون بلس بتسمع للناس اللي بيتابعوها، ودي حاجة مميزة للشركات الصغيرة قبل ما تكبر، فمش هتقدر تسمع قوي للناس اللي بتابعوها. في ون بلس 5 ون بلس سألت الناس: يا جماعة انتوا عايزين هاتفون جاك ولا نشيله ونستغله في بطارية اكبر او في امكانيات تاني؟ وكان رد الناس كلهم عايزين هاتفون جاك، وده فعلا بقى في الوان بلس 5. الموضوع ده حصل عن طريق فوتنج اتعمل ويب سايت من خلال الشهور اللي فاتت، انا ما سمعتش عنه غير دلوقتي. لكن فكره ان الشركه تاخد راي الناس هي عايزه ايه في الموبايل الجديد وفي هاردوير بيتم تصنيعه، فدي حاجه كويسه جدا ومبسوط جدا انها حصلت في الوان بلس 5. ناخد بعد كده الشاشه في الوان بلس 5 حلوه جدا، بس انا بتضايق. احنا بندفع مبلغ يدفع في شاشة 2K، وما زال شاشة الوان بلس 5 5.5 انش فول اتش دي. هي سوبر اميلد وشاشة حلوة وكل حاجة، وانت لو اخدت الجالاكسي اس 6 مثلا او الجالاكسي اس 7 وقارنته معاها ممكن ما تعرفش القايم اذا كان دي 1440 ديسبلاي ولا 1080. لكن انا كواحد دافع فلوس انا عايز 1440 ديسبلاي، مش يعني عصر ال 1080 ده شبه انتهى. لكن شاشة 1080 طبعا بتديك امكانيات خرافية، انت معاك بروسيسور سناب دراجون 835 ومعاك 8 جيجا بايت رامات في النسخة الغالية او 6 جيجا بايت في النسخة الرخيصة، وكمان السوفت وير المستخدم هو شبه ستوك اندرويد. فمع كل ده يعني انت الاداء بتاع الموبايل ده صاروخي، تقريبا اسرع من جوجل بيكسل، اللي هو ده اسرع موبايل ممكن تحط ايدك عليه وتستخدمه. وكمان ون بلس عاملة حاجة كويسة جدا في استغلال الرامات، فانت عندك 8 جيجا بايت رامات على موبايل استغلال الرامات بتاعه كويس، فاللي هو انت ممكن تفتح ابلكيشن تقعد اسبوعين بعد كده ترجع تلاقيها مفتوحة من غير ما تريلود الابلكيشن من اول وجديد. ف واو. اوكي، دي كانت الشاشة بالحاجات البسيطة اللي انا معترض عليها. ونروح بقى للكاميرا، الكاميرتين، للتلات كاميرات. الكاميرتين الخلفيتين، كاميرا امامية مفيش اي امبروفمنت فيها، فهي كويسة وجميلة وكل حاجة. الكاميرات الخلفية، واحد 16 ميجا بكسل فتحة عدسة f1.7، والتانية 20 ميجا بكسل فتحة عدسة f2.6. في واحد امور هيجي يسألني: طيب ليه ما يخلوش الفتحة العدسة الصغيرة على الكاميرا اللي برزولوشن اعلى في الاخر عشان تاخد صور احلى ومش عارف ايه؟ اوكي كلامك صح، لكن فكرة الكاميرا التانية اللي هي بريزولوشن عالي هي 20 ميجا بكسل دي تستخدم للزومد ان تلي فوتو، اللي هي الصور اللي بتعزل شوية عن الخلفية الزومد ان. فكرة لما تعمل ريزولوشن عالي في كاميرا بتعمل زوم ان، اللي هي لما تيجي تعمل زوم ان انت محتاج البكسلات الزيادة دي عشان الصورة ما تبصش او الصورة تبقاش مبكسلة وحش. والكاميرتين مع بعض شغالين من نفس اسلوب كاميرات الايفون، ان كاميرا بتصور زومد ان والتانية بتصور بخلفية بليرد وحلوة وفي اضاءة قليلة وحاجات لطيفة. لكن اللي مش عاجبني شوية ان الابلكيشن بتاعت الكاميرا في الون بلس 5 هي نسخة طبق الاصل من ابلكيشن الكاميرا في الايفون 7 او في الايفون عامة، فاللي هو الابلكيشن نسخه مفيش معنى انك تكوبي، يعني اتس اوكي لو عايز تسرق من حد عادي، لكن يعني
شويه بتضايق. وكمان شكل الايفون من الظهر هو شكل الون بلس 5 بالظهر. الموبايلين اللي حطيتهم جنب بعض من الظهر ممكن ما تعرفش الفرق من الايفون 7 والون بلس 5، لكن كديزاين عامه لا، في اختلاف. لو انت بصيت في وش الموبايل، بصيت في حاجه تانية، اه في اختلاف. لكن ظهر الموبايل ككاميرات وكابلكيشن كاميرات هو نسخه طبق الاصل من الايفون، ودي حاجه مش عجباني في الون بلس 5. ونروح بقى البطاريه اللي يعني كانت حاجه حلوه وفي نفس الوقت حاجه وحشه. البطاريه بتاعت الون بلس 5 3300 ملي امبير اور، وعليها الداش تشارج السريع فحت هتكلم عنه دلوقتي. اللي حصل في البطاريه بتاعت الون بلس 5 ان هي قلت 100 ملي امبير عن الون بلس 3 تي. كانت 3400 في الون بلس 3 تي، بقت 3300 في الون بلس 5. لكن الجديد ان البطاريه بتشحن في وقت صاروخي. وفي مؤتمر على الستيج عملوا مقارنه، حطوا الموبايل في الشحن لمده نص ساعه من الجالكسي اس 8 حطوه في الشاحن، الون بلس 5 حطوه في الشحن وسابوه لمده نص ساعه. في النص ساعه دي الجالكسي اس 8 شحن 33% والون بلس 5 شحن 58% في نص ساعه. فده يثبت لكم قد ايه الداش تشارج سريع جدا. يا جماعه انا الشمس كل شويه بتعدي ما بين الفراغات بتاعت الخشبه دي، فانا خايف شويه ان انا كل شويه اكون بايظ. انا اتعاملت اوريدي، بس يعني مهم الفيديو يطلع كويس، ده المهم. فخلينا نكمل بقى. طبعا الموبايل بيجي بقى NFC و USB Type-C وكل الفيتشرز الطبيعيه الحلوه اللي تتوقعها من اي موبايل فلاجشيب دلوقتي. واثناء عرض الموبايل في الستيج كان في حاجه حلوه جدا عجبتني، ان هو لما جم يعرضوا الموبايل خلى كلب يطلع من شنطه بالموبايل فوقه يديه للشخص اللي هيطلع على الستيج يعني. فكانت حركه حلوه جدا عجبتني قوي في مؤتمر ون بلس لهم عملوا الحركه دي. كان حاجه سريعه عايز اتكلم عنهم، هما اول حاجه البرو مود اللي اتحصل في الكاميرا ابلكيشن حاجه كويسه جدا. حطوا بروفيشنال مود تقدر تتحكم في كل اسبيكت في الكاميرا، ومش في كاميرا واحده، في الكاميرتين الخلفيتين. فانت عندك الوسع اللي انت تبدع في حاجات معينه، اللي انت ممكن تستغل فتحه العدسه f1.7 من انك تاخد شويه مشاهد معزوله عن الخلفيه. برده عندك التليفوتو لينز ممكن تاخد مشاهد بورتريهات للناس بطريقه مختلفه، برو مود. فدي كانت حاجه عجبتني جدا. انا دايما بهتم بالكاميرا والبرو مود في الكاميرات، فدي من اكتر حاجه اللي انا اتحمست لها ان انا اجربها لما الموبايل ده ينزل. حاجه عجبتني هي السكرين شوت مود، اللي لما تيجي تاخد سكرين شوت مش بياخد الطريقه الطبيعيه اللي انت بياخد سكرين شوت للشاشه، لا هو بياخد سكرين شوت ويفضل يسكرول لوحده، يفضل يطلع كده يتحرك لوحده في الشاشه لغايه لما انت توقفه، واول ما توقفه بياخد سكرين شوت طويله شويه. فدي حاجه عجبتني جدا، ان هو من غير ما تحتاج تعمل اللي انت تقعد تدمج سوفت وير صور مع بعض مش عارف ايه، لا هو كل ده بيتعمل على طريق الموبايل نفسه. فهي دي شويه حاجات بسيطه بس انا بستمتع قوي الحاجات دي اللي لاقيها موجوده. ونيجي بقى لسعر الموبايل. الموبايل نسخه 64 جيجا بايت و6 جيجا بايت رام بيجي ب 479 دولار 480 دولار. دي مش حاجه حلوه، عشان دايما نقطه اللي بيقول عليها سيلينج بوينت، اللي هو ايه الحاجه اللي تخليك تشتري الموبايل ده. دايما موبايلات ون بلس او ون بلس 1 وون بلس 2 وون بلس 3 و3 تي دايما الحاجه المميزه فيهم هو الرخص، هو ان موبايل بيقدم امكانيات قويه جدا بسعر رخيص. 480 دولار ده مش سعر رخيص من وجهه نظري البسيطه. هو اه طبعا سعر رخيص بالنسبه للاس 8 اللي بينزل ب 780 دولار، لكن يعني كتير. ده مش المتوقع من شركه ون بلس اللي هي لسه شركه مبتدئه، ما فيش الانفينيتي دي ادج ديسبلاي زي مثلا الاس 8 بلس او ال جي جي 6. فانا مش شايف السعر ده يعني كان ممكن يقل شويه. ولو انت بقى عايز تبقى روش جدا وتجيب النسخه الاغلى، نسخه ال 128 جيجا بايت مساحه داخليه و8 جيجا بايت رامات، النسخه الجامده فحت دي ب 540 دولار. احنا كده فعلا دخلنا في رينج عالي جدا، في رينج 10 او 11000 جنيه مصري للنسخه دي. هي طبعا نسخة رائعة وبتقدم امكانيات رائعة احسن من الواو بي 10 في معظم الحالات ما عدا الشاشة وما عدا شوية حاجات بسيطة، لكن السعر ما زال يعني كان النقطة اللي انت تشتري ون بلس 5، والسعر ده لحد ما مش رخيص. بس شكرا شفت الفيديو ده، كان الانطباعات والرغي اللي يوسف بيحب يرغيه تايا عن موبايلات ون بلس وعن اي موبايلات عامة. لو عجب الفيديو اتاكد دوس لايك، واسف يا جماعة الفترة اللي فاتت انا فعلا مشغول جدا الفترة دي، واسف لو بقول لكم مشغول عشان فعلا نفسي اكمل اعمل فيديوهات كتير، بس الدنيا زنقة. بس ان شاء الله كلها خمس ايام كده نخلص التصوير اللي انا عامله ده، وهرجع واشتغل تاني فيديوهات على طول 3 4 فيديوهات في الاسبوع. شكرا عشان انتوا معايا وسمعتوا صوت من الموبايل، اول مره اسجل صوت من الموبايل في فتره طويله جدا، فان شاء الله صوتي هيطلع كويس. شكرا شفتوا الفيديو، واشوفكم في الفيديو اللي جاي. يا جماعه الفيديو اللي جاي ده هيكون بكره في النشره لو عندي ان شاء الله، مش هستغنى عن النشره خالص، انزل في ميعادها بكره ان شاء الله. يلا باي باي.